بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. في فيديو إعدادات شبكية سوف نتكلم عن تطبيق لبروتوكول التوجيه الريب Routing Information Protocol. راح نقوم بتطبيقه في داخل لاب في داخل برنامج الباكيت تريسر. راح نقوم بإنشاء شبكتين. بعد كذا راح نقوم ايضا باضافة سويتشين، ومن ثم جهازين كمبيوتر. ممكن نبعد فيهم شوي. نقوم باحضار الكيبل ستريت ثرو كيبل ونربط فيما بين الاجهزة. حتى من خلال الراوترين ممكن نستخدم الفاست ايثرنت 01 في كلا الراوترين. طيب الشبكات اللي حتكون موجودة في الراوترات، راح يكون عندنا الشبكة الأولى اللي هي مثلا نخليها 11.0.0.0.8، والشبكة الثانية راح نخليها 192.168، مثلا نخليها كمان 168.0/24. الشبكة اللي راح تربط فيما بين الراوترين راح نخليها مثلا 500.0.0.0/30. تمام، الآن نبدأ بالإعدادات الاعتياد الأساسية. نذهب إلى الراوتر 1، command lines no enable configuration terminal. بعد كذا راح نكتب اول شيء ندخل على الانترفيسز، نحط الاعدادات الخاصة بالانترفيسز. ندخل على الانترفيس المتصل داخليا اللي هو fast، الانترفيس fast ethernet 00. راح نقوم بوضع الاي بي ادرس الخاص فيه اللي راح يكون اي بي ادرس اللي هو 11.0.0.0. اذا حنخليه 11.0.0.1. قناع الشبكة راح يكون 255.255.255.0.0.0. انتر نو شت داون انتر. راح ندخل، راح نسوي اكزيت وندخل على الانترفيس فاست ايثرنت 01 والمتصل مع الراوتر الاخر واللي راح يكون عنوان الشبكة فيه هو 500.0.0.0. اذا راح نسميها 500. اول شيء نحط اي بي ادرس 500.0.0.1. قناع الشبكة راح يكون 255.255.255.252. انتر. كتبناه يمكن بشكل خاطئ، 500.0.0.1 255.255.255.252. ايش المشكلة؟ تمام.
والله مشكلة يعني، إذا أنا فهمت الشبكات وبغلط غلطة زي كذا، عاد المبتدئين إيش ممكن يسوي يعني؟ ما في عنوان يبدأ ب 500 يعني، أكبر أوكتيت هو 255، تمام؟ الله المستعان. طيب، فراح نقوم بوضع، طبعا أساسا أنا يعني زي ما تقولوا يعني زعلان شوي، لأن أنا هذا الفيديو سجلته قبل كذا، واللي حصل ان التسجيل خرب، فاضطريت الان اسجله ثاني مرة، عشان كذا ما ركزت يعني، ف يعني كنت زعلان شوي. عموما راح نعي مو كان خمس، لا راح نخليه اللي هو 192، ونخلي هنا مثلا خليها 192 صفر صفر 30 من باب التغيير. ندخل بعد كذا، احنا كنا وين في الراوتر؟ واحد، راح نكتب اي بي ادرس 192، بعد كذا الصفر 192 صفر صفر صفر، قناع عفوا واحد، قناع الشبكة راح يكون 255 255 255 252، انتر، بعد كذا نو شت داون، اصبح المنفذ اب. بعد كده راح نسوي اند و كوبي رانينج كونفيج ستارت اب كونفيج. طيب تمام، الان نروح على الراوتر الثاني، نقوم باعداده نو انيبل كونفيجريشن تيرمينال، راح نكتب اول شيء ندخل على الانترفيس فاست ايثرنت اللي هو المحلي 00، وراح نكتب الاي بي ادرس الخاص فيه اللي هو 192، اي بي ادرس 192 168 168 واحد، قناع الشبكة 255 255 255 صفر، انتر، نو شت داون. تمام، بعد كذا راح نخرج من اعدادات المنفذ، راح ندخل على المنفذ الثاني اللي هو 192 صفر صفر صفر، اللي هو راح يكون انترفيس فاست ايثرنت 01، وراح نكتب بعد كذا اي بي ادرس 192 صفر صفر واثنين 255 255 255 252، نو شت داون. بعد كذا راح نخرج من المنفذ، ممكن خلاص نقوم بالحفظ كوبي رانينج كونفيج ستارت اب كونفيج. تمام، طيب ليش ما اشتغل؟ هنا، طيب خلينا نتأكد ايش اللي صار. هل انا لما دخلت انترفيس فاست ايثرنت 01 نو شت داون، تمام، اها ايش الغلطة الثانية اللي انا ارتكبتها؟ احنا عندنا هنا راوترين صح؟ يعني جهازين متشابهين مع بعضهما البعض، تمام؟ هل ينفع ان انا اربطهم من خلال الستريت ثرو كيبل؟ غلط، المفروض اربطهم من خلال الكروس اوفر كيبل، تمام، بهذه الطريقه. الان راح يعمل كلا المنفذين، اذا الغلطه اللي كانت موجوده اول واللي ما خلت الراوترين قادرين انهم يتصلان مع بعضهم البعض، واللي هي نحن ما استخدمنا الكروس اوفر كيبل لانهما جهازين متشابهين. طيب الان تمام، الان خلينا نشوف طبعا قبل ما نشوف جدول التوجيه، راح ندخل على كل جهاز كمبيوتر ونقوم بإعداده
على الاي بي ادرس الخاص فيه عندنا هنا راح يكون 11.0.0.2، وعندنا قناع الشبكة 255.0.0.0، والديفولت جيتوي راح يكون 11.0.0.1. تمام، عندنا هنا الجهاز الثاني راح يكون العنوان الخاص فيه اللي هو 192.168.168.0.2، وقناع الشبكة 255.255.255.0. الديفولت كتوي راح يكون 192.168.168.1. طب خلينا ناخذ العنوان هذا على نسخة، نسوي بينج عليه. تمام، الاعدادات سليمة وهناك اتصال بينه وبين الديفولت جيتوي. هنا عندي تعديل بسيط اللي هو راح يكون سلاش. تمام، الان ندخل على كلا الراوترين ونشوف جدول التوجيه. عندنا هنا الراوتر واحد والراوتر صفر. نبدأ بالراوتر واحد، راح نشوف جدول التوجيه اللي هو عن طريق الامر show ip route. فنشوف انه هو بيعرف شبكتين، الشبكة الاولى لانه متصل معهما بشكل مباشر، الشبكة الاولى اللي هي 11.0.0.0. تمام، والشبكة بيعرفها طبعا لانه متصل معاه من خلال الفاست ايثرنت 0.0، وعنده ايضا يعرف الشبكة اللي هي 192.0.0.0 متصل معها بشكل مباشر من خلال الفاست ايثرنت 0.1. ما عنده اي علم عن الشبكة 192.168.168.0 والموجودة في الراوتر 0. وبالتالي لما نيجي نعمل مثلا بينج 192.168.168.1، البنك راح يفشل لان الراوتر ما عنده اي معلومة عن هذه الشبكة ولا يعرف ايش المسار المؤدي الى هذه الشبكة. طيب الان راح نفعل بروتوكول الريب على هذه النتورك لكي او على هذا الراوتر وعلى الراوتر الاخر لكي يتبادلن التحديثات فيما بينهما، وكل راوتر يتعرف على الشبكات الموجودة في الراوتر الآخر ويصبح قادر على الوصول إليها والاتصال معها. فهنا راح إعدادات الريب راح ندخل على الكونفيجريشن مود وراح نكتب الأوامر التالية. راح نكتب راوتر ريب بعدين انتر. احنا كده فعلنا الريب على الجهاز وكذلك دخلنا على المستوى الفرعي الخاص ببروتوكول التوجيه الريب. بعد كده راح نحدد الاصدار، فراح نكتب فيرجن 2 الاصدار الثاني. طبعا دائما اختاروا الاصدار الثاني، لا تختاروا الاصدار الاول بسبب وجود المزايا الموجودة في الاصدار الثاني وغير الموجودة في الاصدار الاول واللي تكلمنا عنها في الفيديو السابق. بعد كده نبدأ نعرف الشبكات الموجودة لدينا في داخل الراوتر واحد. لاحظوا هنا في الستاتيك كنا نعرف على الشبكات الموجودة وين في الراوترات الاخرى، اما مع الديناميك لا، احنا فقط في كل راوتر راح نقوم بتعريف عناوين الشبكة الموجودة على نفس الراوتر واللي نبغاه انه يعلن عنها للشبكات الاخرى الموجودة في ضمن شبكة الريب. فراح نكتب هنا نتورك اللي هي 11.0.0.0 انتر. بعد كده راح نكتب نتورك، عندنا الشبكة الثانية اللي هي 192.0.0.0 انتر. تمام، بعد كده راح نخرج من هذا المستوى، راح نكتب اند وراح نكتب نحفظ الاعدادات كوبي ران كونفيج ستارت اب كونفيج. تمام. الان راح نقوم بتفعيل الريب على الراوتر صفر. فراح نكتب الامر اول شيء عشان تبين معايا الشبكات عشان اعلن عنها، راح اكتب الامر شو اي بي راوت. بعد كذا راح ادخل على الكونفيجريشن مود وراح اكتب الامر راوتر
الريب. بعد كده على مستوى الفرع الخاص بالريب راح اولا احدد نوع الاصدار اللي هو الاصدار الثاني، بعد كده راح ابدا احدد الشبكات اللي راح يعلن عنها هذا الراوتر اللي هو راوتر صفر الى باقي الراوترات الموجودة معه في داخل التي تعمل في داخل بروتوكول التوجيه الريب. عندي الشبكة الاولى راح تكون النيتورك، عندي 192.0.0.0، وعندي الشبكة 192.168.168.0. تمام. الآن أخرج من المستوى الخاص، المستوى الفرعي الخاص ببروتوكول التوجيه الريب، وعلى مستوى الإنيبل راح أقوم بحفظ الإعدادات كوبي رانينج ستارت اب كونفيج. تمام، تم حفظ الإعدادات. الآن راح أروح على راوتر واحد أشوف جدول التوجيه إيش أخباره. المفروض إنه إيش يصير عندي؟ يصير عندي في الراوتر واحد أو الراوتر صفر عدد ثلاث شبكات، اللي هي الشبكة 11.0.0.0، والشبكة 192.0.0.0، والشبكة 192.168.168.0. ندخل على الراوتر واحد فنكتب الأمر show IP route. شوفوا معايا، عندي ثلاث شبكات اللي هي الشبكة المتصل معها بشكل مباشر 11.0.0.0، واللي بيعرفها عن طريق وجودها بالمنفذ فاست ايثرنت 00. الشبكة الثانية الكونكتد اللي بيعرفها بشكل مباشر واللي هي 192.0.0.0، وبيعرفها من خلال الفاست ايثرنت 01. اما عندنا هنا حرف الار، ملاحظين معايا ايش معنى حرف الار؟ نروح عند الكودز فنشوف ان حرف الار هو اختصار للريب، وبالتالي هذه الشبكة عرفها وتعلمها من خلال بروتوكول الريب. الشبكة اللي هي 192.168.168.0، قيمة الـ CIDR أو عدد الوحايد الخاص بعنوانة الشبكة 24، بيعرفها من خلال الراوتر اللي متصل معاه أو النكست هوب اللي هو 192.0.0.2. تمام، متصل معاه من خلال الفاست ايثرنت 01. طبعا هذه آخر مرة تم إرسال فيها التحديث قبل 3 ثواني لما كتبنا الأمر show IP route. الآن لما أجي أنا مثلا الآن أكتب بينج للشبكة أو للجهاز مثلا 192.168.168.2، لاحظوا معايا البينج نجح. ليه؟ لأن أصبح لأن الرب عرفه بهذه الشبكة، وبالتالي أصبح قادر على أنه يبنق عليها وأصبح قادر أنه يتصل عليها. نروح على الراوتر الثاني اللي هو راوتر صفر، ونروح نجرب نحن نعمل بينج على اول شيء خلينا نشوف جدول التوجيه شو اي بي راوت. شوفوا معايا، عنده الشبكة عرفها من بروتوكول الريب، اختصارها بحرف الار، وهي 11.0.0.8، موجود يتصل عليها النكست هوب من خلال 192.0.0.1، اخر مضى على التحديث 10 ثواني. الفاست ايثرنت 01 هو المنفذ المتصل مع النكست هوب. الان لو حبينا نسوي مثلا بينج للجهاز اللي هو بينج الجهاز اللي هو هنا اللي هو 11.0.0.2 11.0.0.2، البينج نجح لانه خلاص عرف الشبكة وعرف المسار المؤدي إليها من خلال بروتوكول الريب. طبعا لو مثلا أنا في الراوتر واحد ما حبيت أن الراوترات الأخرى تعرف عن الشبكة 11.0.0/8، ما حبيت أنه يتم الإعلان عنها، فوقتها ما راح أكتبها في داخل المستوى الفرعي الخاص ببروتوكول التوجيه الريب، ما راح اكتبها وبالتالي ما راح يتم الاعلان عنها. في الامر نتورك لما كتبته راح يتم الاعلان عنها، لكن لو ما كتبته ما راح يتم الاعلان عنها لباقي بروتوكول او لباقي الراوترات الموجوده في داخل شبكه الريب. الى هنا نكون وصلنا الى نهايه هذا الفيديو. كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقميه.
أشوفكم في إعدادات شبكية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.